معك اليوم عن مسرحية بعنوان مقام الجدي. بدي بلش بالاسم، شو يعني مقام الجدي قبل ما أعرف شو بتحكي المسرحية؟ هلأ هو موازي لمقام الجدي، كمان بوازي مرقد العنزي. فالجدي والعنزي والمقام هو ممكن يكون المقام بمعنى المكان اللي بيحدده العنزي او الجدي، وكمان بيجي بمعنى المقام الرتبه، بمعنى يعني المقام حتى بيجي بالغنى. انتوا شو قاصدين بمقام المسرحيه؟ كلهم؟ كلهم. يلا حطينا شوي باجواء المسرحيه. الحقيقه هي مسرحيه احتفاليه مازجه بين مسرح الشارع والمالتي ميديا، العرض المالتي ميديا. فالمالتي ميديا لانه فيها عده اساليب فنيه، منها السينما، فعندنا بروجكشن كثير، وعندنا المسرح الحركي اضافه للمسرح بمعناه اذا بدك الخشبي، مع انه حتى الخشبي كسرناها. فهو عرض تقريبا بكسر كل شيء، عشان هيك نوعا ما تقنيته حتى المسرحيه هي سينمائيه، لانه السينما ريكونستراكشن للحقيقه. فحتى هو ما عنده هالمسار التقليدي للحبكه بتبلش وبتتطور وبتخلص. العرض ككل ببلش وبيتطور وبيخلص، بس مش بالحتوته، بالقصه، بالحبكه. صحيح. فعنده هالريكونستراكشن اعاده بناء، اعاده بناء، مثل ما بيصير بالسينما، بنرجع بنعيد بناء ان كان البيئه، ان كان الصوره، ان كان الحقيقه. كيف مزجتوا بين كل هالاشياء بين بعضها يعني؟ هو الحقيقه المخرج والكاتب السيناريو دكتور رائف كرم، استاذ بالجامعه. ف يعني هي من طبيعه شغله، كمان ما في كثير احكي يعني طبعا باسمه، بس يعني ما في نص جاهز بيجي ويفترض للممثل مثل ما هو بحذافيره ينفذه. في ارتجال يعني؟ اكيد، لانه في حتى اكثر. انا بالنسبه لي يعني كممثل انا بعتبره هيدا عرض تفاعلي من كل النواحي، يعني حتى القصه، الخبريات، المشاهد اذا بدنا نقول، هي كسيناريو كمان جاي من تفاعل اذا بدك البيئه. يعني عاده المسرحيات ساعات بتاخد حقبة معينة إذا بتحكي عن شيء مضي أو عن رؤية مستقبلية، فهيدا جامع لا، بالعكس في تفاعل اللي طلع بفتكر الناس، كيف في تفاعل مع البيئة المحيطة له. فعشان هيك كمان عنده كوتي إذا بدكم بوفونري، يعني الساخرة بمعنى البوفون اللي بياخد المجتمع وبيعيد خلقه. فالعين اللي عم بتشوفك هي عملية عم بتشوف حالها. طيب لحظة، خليني شوي افهم أكثر عن شو عم تحكي. القصة عن شو بتحكي؟ هذا اللي عم بقوله، هذا اللي كنت عم. فالبيئة هي اللي نحن يعني إذا بدك لبنان هلا أو قبل أو مستقبلا. فهو عم بيجرب يشوف هالمرقد العنزي، هالوعد إذا بدك، وين كنا، وين نحن، وين يا ترى بدنا نصير. فعشان هيك هو مقطع، لأنه القصة صارت يعني في مثلا في مشاهد كثير جريئة، بس بنطلع على التلفزيون أو على حي الله مكان ثاني بنلاقي إنه يعني نحن كنا متحفظين شوي كممثلين، ان كان شباب او صبايا، انه لا ما بدنا نعمل هيك، سي تخي اوزي، هيدا جريء. بس لما تطلعي بتلاقي هيدا موجود حواليك كثير. ف وبرضه تحفظنا بعض القصص، بس بنكتشف انه الجرأة اكبر بكثير بالحياة العامة وبالحياة اللي بنشوفها بالميديا حتى. فبالنسبة للقصة هيك، ما في قصة، في مشاهد عم تقطع. ايه، بس هيدي انا بحب قصة التفاعل، لأنه هي جاية من أشياء بنشوفها يوميا. بس الفكرة اللي يكتب الواحد هيك نص بده يكون عنده عين معينة، يقدر نظرة مختلفة، يقدر يسحب بعض اللحظات اللي هي نحن تعودنا عليها هالقد، ويضوي عليها بس هالقد بنكون تعودنا عليها لدرجه انه ما بنلاحظها، ما بقى دابت، يعني ما بقى صار عندنا هال اذا بدك ما بعرف اذا في يقول الاوتوبيوغرافي تاعيتنا كمجتمع. فبشكل عام هو تفاعلي حتى بكل نواحي، يعني كذا مساج او رساله رح تقطع اكيد. بس كنت بدي اقول شغله قبل، وهي قصه ليش الشارع، لانه نحن بنبلش بالشارع.
نحن الصبايا بنكون بسيارة وفي قدامنا شلعة عنز وعنا شخص مولوي عم بيدور بالهيدا فحنعمل مثل الطواف وكمان هيدا من ضمن شغل دكتور رئيف انه كمان بحب دايما لانه اصلا النص جاي من محل تفاعلي فوجوده بالشارع وعندنا مشاهد بالشارع مع المعز ايه المعز هلا هن ما حفظنيها ولا دور بس حيمشي قدامنا ان شاء الله ما يرتجلوا علينا بس بعدين نرجع في قطيع حقيقي قطيع قطيع قطيع, قطيع على المسرح اكيد مش على المسرح على المسرح في عنزه وحده في في عنزه وحده فالقطيع بالشارع حيعمل الطواف إيه بالمشهد قصدي ايه بالمشهد اكيد ومن ناحيه ثانيه بنرجع كمان حتى مثل ما قلتي المسرح كسرني ففي مشاهد بتصير باللوبي تاعت المسرح في مشاهد بننزل فيها على بس مش طيب الاودينس وين راح يكونوا المشاهدين؟ بمحلهم الطبيعي بس بالشوارع لا بدهم بقى عشان هيك قلت لك تفاعلي حتى على مستوى المشاهد يعني العرض كيف بدي اقول لك اول شيء تفاعلي باختيار الممثلين في عنا بالقليل شيء اربع جينيراسيونات عنا تلاميذ دبلوم عنا مثل رؤى واحلام وهاني وعنا اساتذه بالجامعه مثل كاتيا وانا ورئيف بيطلع على المسرح وعنا مثل جورج الممثل المخضرم وعلي وخليل خريجين من زمان وعلي زميل لكم علي طحان وكمان في تفاعل من حيث اختيار المشاهد مش بس اختيار الممثلين المواقع بالاحلى وحتى يعني ما بنعرف العرض كيف بيصير مع الجمهور يعني عنده مساحه دائما الممثل عنده مساحه ليشتغل عليها وعنده المشاهد تماما مساحه يعني ممكن يغير لنا العرض ايه نعم وايمتى المسرحيه؟ وين؟ ايوه اكيد هاي اهم شيء لانه بالمونو بنبلش الاربعاء ب 12 الشهر حاليا عندنا خمس عروض تمتد من 12 الشهر ل 16 يعني من الاربعاء للاحد نعم وبمسرح المونو فاي ساعه ما في يفيدك كثير لانه عندنا البرمه تاعت الجمعيه بتاخذ وقت بس مبدئيا 8 8 ونص نعم فاذا لكل يلي بحبوا يشوفوا عرض مختلف فريد من نوعه ممكن يلاقوكم بهيدي الاوقات، نحن بدنا نشكر حضورك معنا، بدنا نوجه تحيه من خلالك لكل الممثلين يلي شاركوا، بنتمنى لكم التوفيق. ميرسي جواد بتأمل حضوركم. كل بد. طبعا حضور المشاهدين. ميرسي طبعا. رح نتوقف مع بريك علينا قصير من بعده بنكفي القسم الاخير من حلقتنا لليوم، خليكم معنا.